نشوف انه الانسان الا كان غيدير الخير يدير الله سبحانه وتعالى. لما انا كندعي لواحد الانسان بالشفاء يعني خصني نديرها لله، ماشي باش نتصور به، باش نبين زعما حنا راه انا كندير الخير. اذا في حد ذاته هذا تناقض ونفاق. علاش؟ كيفاش انسان واحد كدعي ليه للشفاء وواحد النهار كترشق لك كتقول وا كون غنرجع مريض. اغزمو الحمد لله انه الله سبحانه وتعالى هو اللي بيدو هذه الاشياء، انه يقدر يمرض ويقدر يشافي، يقدر يقتل، يقدر يحيي. فاغزمو ان هذه الامور هذه ماشي بيد العبد، بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن في حد ذاته هذا الشيء هذا، انا هذه رساله كنقولها حتى لهاد الناس هادو زعما فريمون اتقوا الله. كيفاش انه كتقول للانسان لانه شتي واحد دار واحد العمل وما فيش شي حاجه اللي كتضر ولا كتخدش الحياه وتقول الله يعطيه انه يرجع للمرض ديالو. اذا هذه في حد ذاتها الا جلس الانسان مع راسو راه واحد الاثم كبير عند الله سبحانه وتعالى. اذا هذيك الدعوات اللي غدعي مع واحد الانسان اخر باش يصح خليه عندك بلا ما تدعي معاه، بلا ما تدعي عليه، لانه الله سبحانه وتعالى راه كيشوف فينا. واخا انت في قلبك شنو كاين ولكن الله راه حاس بك. فلذا انا كنقول زعما هاد الناس الله يهديهم، الشفاء مع عند الله سبحانه وتعالى والابتلاء مع عند الله سبحانه وتعالى، هذا كل ما في الامر.